بثت شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية فيلما وثائقيا بعنوان قطر والملف الأسود، يسلط الضوء على ما مارسته قطر من فساد للاستحواذ على ملف استضافة مونديال كأس العالم 2022 بإدارة من القطري محمد بن همام الرئيس السابق للاتحاد الآسيوي لكرة القدم. كيف سرقت قطر مونديال 2022؟ سبق وان طرح هذا السؤال حتى أجاب عنه الفيلم الوثائقي الذي بثته شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية، قطر الملف الأسود. بهذا العنوان انطلق الفيلم بحلقته الأولى، والذي تناول بالوقائع والشهادات عملية سرقة قطر للمونديال بالرشاوى والفساد. وعرضت الحلقة الأولى أبرز التحقيقات التي حاولت كشف ألاعيب وفساد قطر لكسب المونديال، وكان أبرز تحقيق هو الذي قاده مايكل غارسيا المدعي العام الأمريكي. وأكدت الحلقة وجود قواسم كبيرة بين ما نشره غارسيا والصحفيان البريطانيان من جريدة الساندي تايمز، اللذان ألفا كتاب اللعبة القبيحة، وعرضا فيه وثائق ومستندات تؤكد دفع قطر رشاوى لشراء المونديال. The Garcia report is quite interesting because there are components within it that need to be condemned. The treatment of particularly the two whistleblowers, and I'm talking about an Australian lady and a Qatari US lady, who had exposed all the things that went on in the World Cup bidding process. They'd been treated appallingly by Mr. Garcia and appallingly by Judge Eckert and FIFA as well. So they were given assurances in return for their frank and open testimony, and subsequently they've been just devastated in how Mr. Garcia has dealt with that. So that's one problem. وأشار الفيلم إلى منفذ العملية القطري محمد بن همام الرئيس السابق للاتحاد الآسيوي، الذي أقدم على شراء الأصوات ودفع الأموال لتحقيق حلم الأمير السابق حمد بن خليفة. الجميع يعلم بأن محمد بن همام هو مهندس استضافة قطر لكأس العالم 2022. وقد نفذ بن همام العملية على عدة مراحل، فقد بدأت مساعيه مبكرا عام 2007 عندما بدأ بشراء الأصوات لصالح جوزيف بلاتر رئيس الفيفا السابق كي يبقي على منصبه. وبعد أن فاز بلاتر جمعتهم جلسة سرية هو وابن همام وأمير قطر السابق. وقد كان يعلم بلاتر مساعي قطر لاستضافة المونديال، لذا فقد كان يروج لقطر بأنها تود استضافة المونديال، وهذا ما حدث أيضا كما بينت الحلقة. كان واضح جدا أن شريك بلاتر هو بن همام. الفساد لما بيستفحل، وكان مستفحلا وقتها في الاتحاد الدولي، في نوع من الجبروت، يعني كان لازم بلاتر يمشي مع بن همام. Yeah, what we saw were a lot of transfers from the company called Kemco, which was owned by Mohammed bin Hammam, to various football officials around the world. Some were in the account of Mohammed bin Hammam's daughter, Aisha, but there was something like 10 accounts within Kemco that were used. And so you could see, for example, a total of something like 1.6 million going to Jack Warner in Trinidad and Tobago. وبعد أن ربحت تجارتهم مع بلاتر، كانت خطوة بن همام الثانية هي رشاوى المونديال، ووضع نصب عينيه العديد من رؤساء الاتحادات في أفريقيا وآسيا والذين رأى فيهم الرغبة للمال. وهنا بدأت رحلة دفع الرشاوى وصولا إلى 2 ديسمبر عام 2010، والذي تم فيه الإعلان عن فوز قطر باستضافة مونديال 2022.